السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ إن شاء الله بهذا الفيديو إن سيري ديكزارسيس سور لي ميموار. البريمي إكزارسيس إن ميموار كونتيان 2048 أوكتي. دوني سا كاباسيتي أون بيت، دوني سا كاباسيتي أون كيلو بيت أون أوكتي، أون كيلو أوكتي. كالكولي لو نومبر دو لين دو دوني، كالكولي لو نومبر دو لين دادريس. Calculer l'adresse de fin en hexadécimal, sachant que la première adresse est 000H. Voilà. On a une mémoire. On le représente par exemple la mémoire AD. La mémoire AD fait 240 à 2048. Voilà. On a la mémoire du c'est un empilement de registres, c'est-à-dire des registres ou registres jusqu'à le dernier. C'est quoi le dernier registre? Voilà, et ça c'est le premier registre. Et ça c'est maintenant on a le en décimal 0, هذا automatiquement راح يكون 2047. إيش معناه المجمع؟ معناه المجموع هو 2048. اللي هنا أوكتي وش معناها؟ معناه شاك ريجستر فيه 8 بيت. شاك ريجستر فيه 8 بيت. فوالا سيبو هذه هي لا ميموار تاعنا. دوكا نروحو نبداو نجاوبو على الأسئلة. كيستيون أبري كيستيون. لا بريميير كيستيون. فوالا دوني سا كاباسيتي اون بيت. شمعنى اون بيت؟ معناها رايحين نحسبو قداه كاين بيت. سيدير لهنا راه بار اوكتي، سيدير رانا نحسبو غير في لو نومبر دو ريجيستر. مانتونو رايحين نحسبو لي بيت، معناها نحسبو كومبيان دو بيت، يعني هذا الخانة الصغيرة قداه كاين، قداه تهزلنا من بيت. تو سامبلومون واش رايحين نديرو؟ اون بيت، نومبر اون بيت، لا كاباسيتي اون بيت. Tout simplement, chez 2048, multiplié par 8. 2048, il y a le nombre de registres, multiplié par 8. Rien de passer là. Le nombre de registres, c'est 6, 64, après tout. 4, 32, 66, 64, 6, 32, 38. 3 لهنا عندنا 3 لهنا عندنا 16 فوالا هذا هما عندنا لا طاي تاعها هي 1600 سي بليتو 16384 بيت. يعني قدا كاين بيت من هذو؟ راح نمتبليو لهنا 2208 2048 multiplié par 8, nous avons la capacité en bits. C'est bon? Donc, donner sa capacité en kilobits et en kilo octets. En kilobits, tout simplement, je vais dire. En kilobits. En kilobits, c'est un peu en bits, je vais dire en kilobits. اش معناها؟ معناها لهنا هذه سي كوا؟ هذيك فين نقدر نكتبوها؟ اون بيت معناها هي 2048 × 8، هذه اون بيت. باش نرجعها اون كيلو واش راح نديرو؟ هذيك فين نقدر نكتبوها؟ نكتبوها 2 × 2 بيسونس 12 ا 10 اللي هي ان كيلو، هذه اللي هي ان كيلو فوا 8. باش تساوي هذه تساوي لنا 16 × كيلو × 2 بيسونس 10 اللي هي كيلو بيت. سادير لا كاباسيتي تاعها اون كيلو بيت تيقال كوا؟ تيقال 16 كيلو بيت. فوالا على تروازيام كده لهنا اون كيلو اوكتي. تو سامبلومون اون كيلو اوكتي
كم كيلو أكتي عندنا لهنا 2048 هذه أون أكتي وش تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 فوا 2 بيسونس 10 تساوي لنا 2 كيلو أكتي العطايه تاعها أون كيلو أكتي هي 2 كيلو أكتي فوالا لأن الكيلو هو 2024 معناها 2 كيلو أكتي معناها العطايه هذه لهنا جينيرالمون الميموار نتاعها بالكيلو أكتي هي 2 كيلو أكتي. Calculer le nombre de conclure le nombre de lignes de données. Là, puisque mes chers, je calcule bien là. Là, quel est le nombre de lignes? Madame, j'ai le registre tiré ici. Madame, là, la mémoire est en actif. Madame, là, la mémoire en actif. Je vais y couper. Je vais y couper le kilo là. Là, je vais y couper le nombre de lignes. 4, 3. Le nombre de lignes. Nombre de lignes de données. Données égale 8 lignes. Là, on a 8 lignes, puisque je n'ai pas les informations, je n'ai pas les écrits, les images, 8 ou 8. Puisque là, on est octi. Très bien. Donc, on va faire la quatrième question. 4. Là, calculer le nombre de lignes. De lignes d'adresse. Voilà. Nous, on a la taille de 2 kilo octi. Là, la ligne d'adresse. Voilà, le nombre de lignes d'adresse. يساوي كوا من هنا عندنا 2000 يهمنا هنا لا لارجو هنا لا طاي دو ريجستر تهمنا في لو نومبر دو لين دو دوني اما لو نومبر دو لين دادريس يهمنا لا لونغور تاع لا ميموار سيدير يهمنا قدا كاين ريجستر ما يهمناش الريجستر لهنا عندنا 2048 ريجستر 2048 نكتبها اون فونكسيون لا بيسونس دو 10 لا بيسونس دو 2 تساوي لنا 2 قلنا 2 بيسونس 10 عطاش قلنا 2 كيلو تساوي لنا 2 بيسونس 11 معناه ان لو نومبر دو لين هذا هو ان لو نومبر دو لين لو نومبر دو لين دادريس لو نومبر دو لين دادريس فوالا لو نومبر دو لين دادريس درسي سوينا 11 نحتاج 11 لين اللي هي باش نادريسي لا ميموار هذه لازمني من A0 لحد سان لازمني من A0 لحد سان A10 اللي هي 11 لين باش نادريسي لا ميموار هذه هذا النمبر دو لين دادريس كالكيلي لادريس دو فان Enfin, en hexadécimal, sachant que la première adresse, il y a 000. Voilà, donc là, on a dit le cinquième. La cinquième question. 5. Maintenant, on va calculer le. On va calculer l'adresse de fin. On a une règle, il y a adresse de fin. Adresse de fin, c'est une adresse de démarrage plus la capacité de la mémoire en octet moins 1. Voilà, il y a l'adresse de fin, c'est une adresse de démarrage, ça dépend de la même chose, ça dépend de 000, mais il y a des cas, par exemple, où il y a des cas, من 8 مثلا 00 كنبدا من 7 00 سا ديبون على البلان دو لا ميموار تاعي لهنا اذا بدينا من 00 رايح على ادريس دو ديماراج راح تكون 0 واش راح تساوي لنا لهنا لا كاباسيتي موان زان لا كاباسيتي لهنا سوا تو سامبلومون واش راح ندير لهنا حنا شفنا بلي لادريس دو فان لادريس دو ديماراج هي 00 اونيكزاديسيمال سيتير 0 0 0
كده عندنا لين عندنا دي 11 لين دادريس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A 0 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 يكونوا كامل دي 0 ستديروا دي مراجل هنا حتى يولوا كامل دي 0 يبداو يتغيروا دي بيغ على الشانجمون حتى يولوا كامل دي 0 معنى هذه اخر هذه اخر ادريس نجيب جروبيهم هنا كات كات مش راح نلقى لهنا هذه اف وهذه اف هذه ست فوالا هذه هي لادريس دو فان لادريس دو فان اللي هي ادريس دو فان اون هكساديسيمال ديسيمال إيكال سات اف اف والله كما حكينا لهنا راح نتبعو لا ريغل هذه لهنا ادريس دو فان إيكال ادريس دو ديماراج اللي هي زيرو بلوس لا كاباسيتي تاعها هي دو كيلو اكتي اللي هي ويت زيرو زيرو موا زان لهنا واش راح تحصل وي 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 صا موا زا راح تعطي لي لهنا ات اف اف فوالا هذا كورسات اكزرسيس راح ان شاء الله نشوفوا لي زوطر اكزرسيس في لي فيديو القادمين ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته